مقابلة كبيرة طيلة أشواط المقابلة من البداية حتى النهاية. صحيح كانوا فترات اللي داس علينا صعيبة، ولكن الأهمية هو أننا ركزنا وصبرنا في هذه الفترات اللي صعبة. الحمد لله التغييرات اللي قمنا بهم عطاو الأكل ديالهم، لكن تنظن بأن العائلة الرجوية اليوم عطات أحسن ما عندها باش نخرجوا رابحين. ربما ماشي ربما، ولكن بالتأكيد تنسحقوا الفوز، لأن خلقنا فرص عديدة ما استطعناش أن نسجلوا. ولكن كيف قلت لك، فالدخول لبعض اللاعبين في دكة الاحتياط عطاو الفارق، وهذا هو الشيء اللي الآن دير يعني نقطة كبيرة، لا في التدريب ولا في المقابلات. فتنظن كاين تنافسية في المراكز، وهذا نقطة مهمة بالنسبة لأي نادي تكمل في عصبة الأبطال، ولا تكون عندك شي يعني صعوبة باش تاخذ المقابلات. لكن تنظن إلا ركزنا نفس التركيز ديال اليوم المقابلات، وتكون عندنا نفس العزيمة نفس الإرادة، فتنظن بإذن الله تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله، اللي تخول لنا أننا ناخذ مقابلة الإياب في أريحية إن شاء الله.